هو بالمره يما كلمنا الخاله نعمه في موضوع جوازي من ياسمينة، وانا هرمي عليها الشال اللي هجيبه لها من غجر طهوان. يا واد اصبر، خليك تقيل. طول ما هي شايفاك ملهوف كده هتصدر لك الطرشه، انت حر. بحبها يما. بالك يا واد يا زفر، لو البنت دي طلعت من نصيبك هنبقى اغنى بيت في الهنجة. البنت دي بريمو، كل طلعه بتطلعها بترجع على الاقل بكيلو ذهب. وانت بقى لما تتجوز ياسمينة انا العرسان هيقف عليا طوابير، ما انت هيبقى من نصيبك خزنتها. واكيد بقى هتستخسر في اختك حبيبتك حاجه، ما هو المثل بيقول اخو الغجريه يجيب لها من العرسان 1100. المهم الاشياء معديه. مالك يا واد يا زفر، اللي حصل نشتري مصنع البلاستيك اللي قدامنا في الشارع بالباطن، ولا من شاف ولا من دري، ونشغله وبفلوسه ونهج من هنا ونعز البهوات بقى ونسكن زيهم في عماره باسانسير او فيلا بجنينه وورد. يا راجل وطي صوتك، الحيطان لها ودام احسن نتجرس. جرايه يا امونه، ما تسيبيني احلم. احلم مش هيبقى حلم يا حاج، كله هيبقى حقيقه. ايه يا ارماني؟ الخاله نعمه بتستعجلك، وطول تخرجوا دلوقتي قدامي. طب يلا قدامي، يلا بينا، فوت انت.